بإمكانها أنها تباغت في اللحظة إلى أخرى. شعب غاريدو بسرعة يلعب غاريدو حكم المباراة يقول للاتحاد التماس اللحظة الآن ينهي الحكم باسيفيك البورندي أطوار الشوط الأول هذا بتقدم اتحاد الجزائر من أمام نادي رايفرز يونايتد من نيجيريا في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكاف بهدف مقابل صفر. هي نفس نتيجة الشوط الأول من مباراة الدهب. شوط مقبول للاتحاد وكان بالإمكان أن يكون خيرها في غيرها إن شاء الله مع الشوط الثاني بعد أهداف أخرى. أيها السادة والسيدات لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا لنا عودة إن شاء الله مع بداية المرحلة الثانية. سلام. طيبة هذا تفعل يا طيبة، ما زالت الكرة هل تصل للتوزيع؟ أكوندا 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 هذا كاندي 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 وليس الكرة المسترجعة. صراعات ثنائية داخل المنطقة فيما تبقى من دقائق من عمر المرحلة الأولى. بلال في لاعب سقط على أرضية الميدان، ثنائي بوخنشوش وبين لاعب نادي رايفرز. العيد يطلب من الحكم أن ينادي على الإسعاف لإخراج اللاعب الساقط على أرضية الميدان رقم 25 هذا ومسجل هدف مباراة الذهاب بكيفية ممتازة بتسديدة من على خط منطقة العمليات. هل منح الحكم البطاقة الصفراء لبوخنشوش سليم؟ فعلا بوخنشوش سليم تلقى البطاقة الصفراء بعد التدخل الكرة الأخيرة. طبعا هي دقائق محسوبة وهي دقائق معدودة، ولكن يريد أكثر ولا أقل، وهذا من واجبه أنه من إخراج اللاعب لتلقي العلاج خارج منطقة العمليات هنا أو خارج أرضية الميدان. محاولات الأخيرة من جانب عناصر اتحاد الجزائر. الصورة الواضحة والصورة التي تأتيكم من مدرجات ملعب 5 جوليا الأولمبي، صورة أنصار اتحاد الجزائر الذين يتريات اعتادوا على مثل هكذا السيناريوهات من خلال التاريخ الطويل والعريض في المنافسات والمشاركات الإفريقية. طبعا مهم جدا الثقة في النفس، ومهمة جدا عدم التسرع، ومهم جدا الحفاظ على Growing a business is hard. Growing a global business is even harder. اتحاد الجزائر متفوق بهدف مقابل صفر بأدية التوزيع والمتابعة من كانو. يفك الشفرة الدفاعية ويسقط نادي ريفرز بهدف ثالث له في الكاف هذا الموسم. آخر مباراة سجل فيها كانت هنا في دور المجموعات أمام السوبر سبور. كانو يعود مرة أخرى ويقول لأنصار اتحاد الجزائر شاهدوا صور المدرجات في الدقيقة 37. يا لها من صدفة ويا لها من مصادفة، كانو سجل في وقت تاريخي. هل هي الدقيقة 37 التي سجل فيها
هل كان على اتحاد العاصمة أنه ينتظر إلى غاية الدقيقة 37 الرمزية التي تحمل من رمزية التاريخ ما تحمل، وهي تاريخ التأسيس التي عادة ما يشعل فيها أنصار اتحاد الجزائر الشماريخ ويفرحون ويمرحون؟ اليوم الشماريخ غير موجودة، ولكن الهواتف موجودة من أجل صنع صور جميلة على المدرجات، تدخلات مباريات داخل مباراة واحدة. والريفرز يكون قد سقط في وقت حساس، نعم يا لها من صدفة ولا من توقيت سجل فيه كانوا بالنسبة لاتحاد الجزائر. هذه من الكرة الثابتة هذه، وخاصة الكرة الثانية انطلاق من أطيبة لم يكن فيه تفاعل. بوخنشوش يعود إلى أو يعيد إلى الخلف، نبيل العمارة مع بوخنشوش تعود له، أخرج بها باتجاه التماس. يا بوخنشوش يا سليم، فعلا الآن أبحث عن التماس. بوخنشوش كان بإمكانك أنه ترمي الكرة فتصطدم باللاعب وتخرج إلى التماس. دقائق المدن من نهاية الشوط الأول لهذه المباراة. اتحاد الجزائر رغم ذلك وجب عليه تسجيل ثاني الأهداف، نعم ليس بالضرورة في نهاية هذا الشوط الثاني، ولكن حتى يضمن التأهل ويضمن عدم الذهاب مباشرة لركلات الترجيح. ما زال الحديث عنها بعيد وبعيد. أكرم جانيت اللاعب المتوج بكل الألقاب الممكنة، واحد من اللاعبين القلائل المتوجين بكأس رابطة أبطال إفريقيا في الصيغة الجديدة في الجزائر. طبعا الوفاق الذي سيحتفل بذكرى العاشرة هذه السنة، الذكرى العاشرة للتتويج بلقب كأس رابطة أبطال إفريقيا بالصيغة الجديدة بقيادة فريد ملولي الذي رفع هذا التاج الإفريقي، ونتمنى أن يعود يوما ما إلى الجزائر. إلى تماس الكرة، مباشرة باتجاه كانو، الضغط عليه من أنتوني أواي كيبو، عودة إلى الخلف لبوناصر المدافع الشاب صاحب 24 سنة، بالعيد والآخر 25 سنة. بوناصر وبالعيد، يتقدم بوناصر باتجاه من يبحث عن وسط الميدان، فيجد بنزازا لبالعيد. بالعيد يلعب مع بنبوت، الآن تلعب بارتياح عناصر اتحاد الجزائر باتجاه الأمام. يخرج عكاندي بقوة الكرة هذه، بوناصر في الوسط دائما، العودة من بنزازا، الكرة إلى التماس. يقول حكم المباراة قبل أقل من 3 دقائق عن نهاية الوقت الرسمي للمرحلة الأولى، سيحتسب فيها الحكم بعض الدقائق بالنظر للتوقفات التي عرفتها المرحلة الأولى من جراء سقوط اللاعبين خاصة من جانب نادي ريفرز يونايتد النيجيري. نيجيريا الكرة على الجهة اليمنى من غودوسيل، بنبوط ماذا تفعل يا بنبوط؟ سلامات مرت الكرة هذه يا بنبوط. بنبوط وكاد بطريقة، هل كان متسلل؟ لا، لم يكن متسللا. وبنبوط هل اعتقد بأن اللاعب في وضعية التسلل رد له الكرة، ومن حسن حظه أن اللاعب لم يتعامل معه جيدا. أسامة بنبوط واحد من بين أبرز الحراس في الدوري الجزائري، حارس المنتخب الوطني أيضا. أكرم جانيت يدور بالكرة، يغير الجناح، هل يصلها من هناك؟ فعلا
وصلت الكره لباشا يلعب مع سعدي رضواني. باشا يقوم بدور دفاعي وهجومي رائع. اللاعب الشاب الذي بدا يكشي انتقاد المدرب غاريدو. من هناك الكرة لأتيبا على جهة اليسرى، يطلب نبيل العمار. أتيبا يواصل الضغط عليه من المدافع الأيمن إيتيانا. أتيبا يرتكب المخالفة لمصلحة نادي رايفرز. ملخص الشوط الأول، أن اتحاد الجزائر سيطر بالطول والعرض. اتحاد الجزائر كان بإمكانه أن يسجل أكثر من هدف، ونادي رايفرز هو الآخر كانت له بعض المحاولات وبعض الانفلاتات الهجومية التي مرت بسلام. 5 دقائق كاملة من الوقت بدل الضائع. 5 دقائق يعلن عنها حكم المباراة في هذا الشوط الأول في هذه المباراة التي لم تكشف عن أسرارها، وفي هذه المباراة التي لم تنتهي بعد، وفي المباريات التي يمكن أن نصحح فيها العديد من الأمور ويمكن أن نسجل فيها أهداف كثيرة. في الوسط إلى اتحاد رايفرز، الآن يبحث عن كرة التسديد من خارج منطقة العمليات. تصل له أتيبا، يسقط أتيبا مسترجعة من أوغستين أوكيبا. في الوسط لأكرم جاني يتلعب مع بوخنشوش. هل تخرج هذه الكرة لأتيبا؟ وحكم المباراة يقول تماس لمصلحة نادي رايفرز من نيجيريا. الكرة بالتماس الطويل، هي تدخل الدفاع والتغطية الرائعة من بوناصر. انطلاقة من جانيت كانوا لم تصله الكرة. من هناك لسعدي رضواني في حاجة إلى المساندة وفي حاجة لطلب الكرة عليه. سعدي رضواني والتغطية، الكرة إلى التماس يقول حكم المباراة وليس إلى ضربة مرمى. الكرة إلى التماس. دخول من أمام باشا في الكرة الأخيرة، دخول من الظهير الأيسر أمبيا إيمانويل، وإلى من بنبوط أسامة باتجاه الأمام. عناصر اتحاد الجزائر عليها لا تغفل وعليها لا تنسى بأنها متقدمة بهدف وحيد فقط، بأنها لم تضمن بعد التأهل ولم تضمن بعد النتيجة ولم تضمن بعد الفوز ولم تضمن بعد الرحيم. عودة بكم أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم في هذه الصالة الرمضانية إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي، والشوط الثاني من هذه المباراة، مباراة إياب الدور ربع النهائي لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين اتحاد الجزائر ونادي رايفرز يونايتد من نيجيريا. الشوط الأول كان انتهى لمصلحة اتحاد الجزائر بعد جهد جيد، هدف مقابل 0 وقعه كانو في الدقيقة 37 بعد توزيعة نبيل العمر على الجهة اليسرى. الشوط الثاني سيكون أكثر إثارة من الشوط الأول، ستكون نقطة انطلاقته أو ضربة بدايته لمصلحة الفريق الضيف اليوم رايفرز الذي يدخل بها كاندي أحسن عنصر في الشوط الأول. انطلقت الآن المرحلة الثانية وغوتسيول. Too fancy to have a little fun? Forget that. Stylish sippers? Slurp out loud. When snacking is under attack. الفريق النيجيري أويو يونغ، ميشيل ويليامز، محمد فاروق، كيرات أودوم، نواكوا، نيكاباري قائد الفريقية، تشكيلة المدرب ستانلي إيغوما المدرب النيجيري. فيما اتحاد الجزائر يدخل ب بين بوت في أسامة في حراسة المرمى بعد التوسيعة وبعد الهربة وبعد المحاولة وبعد الهدف الثاني. لا لم تدخل.
رفع الراية الحكم المساعد الأول بن بوت أسامة في حراسة المرمى. سعد رضواني على الجهة اليمنى من الدفاع، نبيل العمار على الجهة اليسرى، زين الدين بالعيد قائد الفريق. هاي انطلاقة، هل خرجت الكرة أم لا؟ بوعصر عبد الصمد في محور الدفاع رفقة القائد بالعيد، بالإضافة إلى بوخنشوف سليم بن زازا إبراهيم مكرم جليد باشا عبد الرحمن في الهجوم، بالإضافة إلى كانو عبد الله مسجل الهدف الوحيد، وأتيبا ليونيل المهاجم الكاميروني المهاجم على الجهتي اليسرى. هي تشكيلة المدرب كارلوس غاليدو، حكام المباراة من بورندي، قوية من كانو باسيفيك من البورندي، محمد إبراهيم من السودان، ليمان عبد الرزاق من جيبوتي، حكام الفار بيتر كاماكو من كينيا، أمون جيلطم من جنوب إفريقيا، الحكم الرابع والموريتاني الأحمد. المباراة انطلقت في شوطها الثاني، وشوطها الثاني نعم ربما سنتحدث عن الفار غير موجود، لكن في ورقة المباراة موضوعين، موضوعين حكام. إلى الأمام تأتي الكرة من دفاع اتحاد الجزائر، هذا كانوا يدخل عليها المدافع أوغوستينو كيبا، من هناك على الجهة اليسرى لنبيل العمارة، نبيل العمارة مع سليم بوخشوش، سليم بوخشوش ونبيل، الكرات القصيرة والعودة إلى الخلف لبوناصر وبالعيد يطلبها، تصله بالعيد رضواني السعدي من الجهة اليمنى من دفاع اتحاد الجزائر، الرواق الأيمن هو ملك هذا الرواق، الكرة باتجاه كانو باشا، لمن هل سيسدد؟ عادت لباشا، يبحث عن الرجل اليسرى، يبحث ولكنها مرة تعود لأتيبا، من هناك أتيبا للعمارة، يعود هنا بوخشوش، بوخشوش غير الجناح تماما لسعد رضواني كان في وضعية التسلل. فرصة في اعتقادي مرت على باشا الذي كان يريد تهيئة الكرة على الجهة اليسرى قبل هذه الكرة، هاي الكرات التي احتسب الحكم فيها وضعية التسلل، وكان في المكان الذي يجعله لا يخطئ في قراره الحكم المساعد. طبعا مباراة من دون فضل اليوم باتجاه الأمام من عكاندي، كاندي في الوسط يسترجع سالم بوخنشوش، تمر الكره لبن زايم يلعب مع اتيبا، تمر دائما اتيبا البحث عليه من محمد فاروق، وكيراتي دخل الكره لمن لنواكو نيكاباري، الكره باتجاه باشا مسترجعه في الوسط من ايوا يونغ الجناح الايسر، الان البحث عن ويليامز، ولكن الكره بالتغطية الدفاعية من هذا الموجود أمامكم اللاعب أنطوني وياكبو المدافع المحوري في التشكيلة النيجيرية. هذا الفريق النيجيري الذي يلعب رابطة، الذي يلعب كأس الكونفدرالية الإفريقية، والذي سبق وأن لعب رابطة الأبطال، وأن لعب أيضا نعم رابط الأبطال في مناسبتين، أولى سنة 2017 والثانية سنة 2022. هو يريد أن يصنع التاريخ، هذا الفريق الذي تأسس بعد انضمام ناديين، وأدى مشوار أيضا رائع في إلى غاية هذا الدور، هو الذي تأهل على واحد من بين أعرق نوادي القارة الإفريقية، النادي الإفريقي الذي تأهل على حسابه هذا الفريق في الدور التمهيدي، إيطوال من أنغولا فاز عليه في العودة باثنين مقابل صفر بعد أن فرض عليه التعادل صفر مقابل صفر في مرحلة المجموعات، دخل المنافسة هذا الموسم من الدور التمهيدي الثاني. ريفرز فاز بثلاثة مقابل صفر أمام لوبيتو روبيتو، وأيضا أمام دريمز من غانا الذي يلعب هو الآخر،
فاز عليه باثنين مقابل هدف وانهزم وفاز على النادي الافريقي بهدف مقابل صفر في نيجيريا وانهزم في تونس بثلاثة مقابل صفر قبل ان يتأهل امام دريمز الغاني بدون اي مقابل هدف. أنصار الاتحاد الجزائري يتغنون وينتظرون الثاني. هذا عتيبة يلعب وهذا بنزازة يفتح اللعب وهذا بخشة لم تصله الكرة وهنا يسترجع السعد رضواني يوضع الكرة في القائمة الثانية بقوة من نبيل. نبيل عمار استقبل كرة رضوان السعدي ولكن الكرة لم تكن في إطار المرمى. نبيل هنا ما زالت الكرة إن هي التوزيعة ولكن هذه عادة للتسديدة التي كاد على يدها. نبيل العمارة يضيف الثاني في حدود هذه الدقيقة 51. بوخنشوش سليم يمنح له الحكم المخالفة وهو الذي تحصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول. سليم بوخنشوش بوناصر يلعب مع نبيل العمارة. نبيل العمارة يتريد من يأتيه جميلة دنائية تعود الكرة عدم التسرع كانوا ينتظر الكرة باشا أيضا كانوا باشا كانوا يلعبها براسه في اعتقادي بأن منشط عنصر كانوا من جانب هجوم اتحاد الجزائر من دون نقص من محاولات باشا في الشوط الأول. عتيبة سيكون أولى التغييرات ربما اسماعيل بالقسم. دعونا نلقي إطلالة على احتياط فريق اتحاد الجزائر. هذه كرة اللي كانوا ينتظر دائما يعود إلى الخلف كانوا مرفوعة يفضل المراوغة ثم التوزيع داخل المنطقة. أين الكرة الثانية العودة إلى الخلف لمن هل تسدد من هذه المسافة بعيد عليك كثيرا الكرة هذه بوناصر شينا مصطفى في الدفاع بالقسمي اسلام الريلي وسامة بركات كمال سوفي الحارس الثاني وسامة بالطرش وسين ديري بالقسم بوسيدة محمد ايت الحاج. هي تشكيلة الاحتياطية للمدرب غريدو الذي في اعتقادي سيمشي قليلا بالوقت حتى يقوم بالتغييرات. ألا لم ربما يلاحظ في اعتقاده بأنه التشكيلة في حاجة إلى نفس جديد عني شخصيا أعتقد خاصة هجوميا في الوسط دائما تعودي بنزازة يلعب مع كرم جانيت مع كانو المجهود البدني من كانو الفردي إلى التماس. بنزازة يلعب مع السعدي الآن السعدي رضواني كم يمنح له التماس يلعب بسرعة مع كرم جانيت داخل المنطقة والكرة إلى الركنية. إن الهدف الثاني يحوم بدأ يقترب شيئا فشيئا لاتحاد الجزائر. يترك الكرة لبنزازة إبراهيم وتنفيذاتها الركنية. من الذي صعد بالإضافة إلى المهاجمين من ينتظر هذه الكرات بخشة لم نشاهده بالرأس في القائمة الثانية مرفوعة من هناك قاتبة ثم بخشة والكرة الثانية يخرجها الدفاع تعود من هناك لبالعيد هاتيبا يروض الكرة داخل المنطقة ماذا يبحث سدد على شكل توزيع فعلا سددها ووزعها في نفس الوقت والدفاع أخرجها مباشرة إلى التماس. من هناك يلعب بسرعة فريق يدافع والآخر يهاجم حذر من المرتدات وفقط اليقظة والحذر البحث في روية والبحث بدون قلق عن هدف ثاني سيشعر هذا الفريق بالإحباط إن سجل الهدف الثاني. انطلق من هناك والكرة إلى التماس ولكن لمصلحة رايفرز. الصورة العلوية من ملعب 5 جويلية الأولمبي والصور التي تصلكم وهكذا هي الأجواء هنا في هذه السهرة الرمضانية والسهرة الكروية الإفريقية بصور من مختلف الزوايا ومن مختلف الوضعيات.
دائما غاية دون خدمتكم يا زيد بلكوت والفرقة، مشكورين على كل المجهودات المبذولة من أجل إيصال هذه الصور الجميلة والصور التي تعطي المباراة الرونق العالمية والجمال، وتعطيها البعد الآخر في الإخراج التلفزيوني. من هناك الكرة الجزائرية دائما على جهتها اليسرى التوسعة مباشرة إلى تماس أكرم جانيد. هل تعبت يا أكرم؟ عطيبة أيضا كرسي احتياط اتحاد الجزائر يسخن من هناك ويقوم بالتسخينات، وأنصار اتحاد الجزائر يتغنون في مباراة تبدو صعبة 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 صعبة. نخرج نبيل العمراء ولكنه لم يصل عليها. ضربة مرمى هاكاندي كان رجل المرحلة الأولى بامتياز بما أنه صد ثلاث كرات. هاكاندي من جانبي أو أكثر من ثلاث كرات، يعني ثلاث أهداف كانت محققة. هنا التوسيعة وهنا التسديدة الرأسية والمتابعة من نبيل العمراء أبعد المدافع. ناصر بروعة، بن زازا أروع منه يلعب مع عطيبة الذي غير الجناح، أصبح يلعب على جهتي اليمنى. عطيبة يدخل غير الجناح وسدد الكرة هذه، ضاعت منه عطيبة. عطيبة في الوسط، سليم بوخنشوش حذاري من الخطأ يا سليم. عودة للسعدي رضواني، السعدي رضواني يلعب مع عطيبة. عطيبة يطلب المساندة حتى ضاعت منه الكرة. عطيبة غطي الكرة بطريقة ممتازة ولكن نسرع لعبها حتى لا يصل عليها المدافع. مباراة متكافئة ومباراة رغم الأرقام التي تختلف عن مباراة الذهاب، وهذا شيء طبيعي، والتحكم في الكرة كان من جانب الفريق النيجيري بالنظر للظروف المناخية، ولكن في مباراة اليوم الأمور أصبحت عكسية وأصبح الاتحاد هو المسيطر، ولكن الكرة متماكرة والكرة لا تؤتمن. لذلك دعونا من تلك السيناريوهات وهنونا بهدف ثاني، هنونا بهدف ثاني، هنونا بهدف ثاني. سددها بقوة بقوة ولكنها اصطدمت بالمدافع وتوجهت إلى الركنية. الهدف الثاني لابد منه لتشكيلة اتحاد الجزائر في هذه اللحظات. نلعب الدقيقة 59، دائما التفوق وبهدف مقابل صفر كانوا سددها. التسديدة لم تكن بتلك القوة التي تحرج المدافع، تابعها بامتياز أنطوني أوياكبو الذي أبعد الخطر. هنا كرم جونيت يرفع في القائمة الأول. حكم المباراة يقول واصل اللعب، حكم المباراة يقول ما فيه ولا شيء. المراوغة ما زالت يا كرم جونيت تدخل لباشا كرم. من يسجل ولا أحد، من يسجل يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. سددتها من دون تركيز هذه الكرة يتبسم باشا. المهم حافظ على تركيزك وحافظ على هدوءك، والمقبلة ستكون بين خشبات المرمى. هنا رفعها المدافع تقريبا بيده في اللقطة الأخيرة، والتسديدة من باشا. ثم المحاولة هنا بين الثنائي باشا والمتابعة. سيحدث التغيير أكيد بعد لحظات، لابد منه التغيير يا كاريدو. بالرأس بوناصر يلعب مع عطيبة، عطيبة يلعب مع باشا أو مع بن زازا. بن زازا أمامه لا رايع، بن زازا رايع ممتاز. بن زازا عمل الجسر الصغير في الكرة الأخيرة. حكم المباراة لم يترك الأفضلية في وقت عناصر اتحاد الجزائر لعبت بسرعة. وخنشوش يقول لحاكم المباراة هل نسيت البطاقات الصفراء في غرف تغيير الملابس؟ وأنت محق لأنه البطاقة كان يستحقها اللاعب النيجيري. هنا حكم المباراة اعتقد بأنه فعلا ساب بطاقات الصفراء، هو الذي منح واحدة لبوخنشوش. هذه كانت بطاقة صفراء واضحة، يعني كان فيه عمل فني وفردي جميل
واللعب لم يكن له خيار سوى ارتكاب المخالفة أمام أعين الجميع وإيقافه، وبالتالي يتحمل مسؤوليته ويتنقل بطاقة الصفراء. الحكم قال له كرة من بنزازا يتدخل الدفاع، تخرج مباشرة إلى الركنية، تتوالى الركنيات والمحاولات، ولاعب ساقط على أرضية الميدان من جانب الفريق النيجيري في مباراة متواصلة لعبنا أكثر من ساعة لعب، ساعة ودقيقة. التفوق لمصلحة اتحاد الجزائر بهدف كانو في الدقيقة 37. هنا رفعها هنا المدافع، فعلا سقوطه كان سيء نوعا ما، لكن المطلوب أنه الوقت صار اتحاد الجزائر باختلاف. يحيونا ذلك.